بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا للشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ صالح، أوقات رمضان أوقات فاضلة وعظيمة عند الله عز وجل، يغفل عنها كثير من الناس بالنوم ساعات طويلة شيخ صالح، وبالليل السهر والتسوق والرحلات، لعل لفضيلتكم توجيه في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شهر رمضان فرصة عظيمة في السنة، عظمه الله سبحانه وتعالى بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصم. فهو شهر عظمه الله وعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في خطبته صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. فوصفه بهذه الأوصاف العظيمة لأجل أن ينتبه له الناس ويستعدوا له ويستقبلوه بما يليق به من استغلال أيامه ولياليه، فهي أيام عظيمة وليال عظيمة، فنهاره صيام وليله قيام وساعاته وأوقاته تلاوة للقرآن وذكر لله سبحانه وتعالى. فهو موسم عظيم لا يليق بالمسلم أن يمر عليه كسائر الشهور، بل يجب عليه أو يستحب له أن يتهيأ له بأحسن تهيؤ، وأن يستقبله بأحسن استقبال، وذلك بذكر الله وتلاوة القرآن والمحافظة على الصلوات المفروضة في رمضان وفي غيره. وأما صلاة التراويح فهي في رمضان، وفي غيره من الشهور صلاة الليل والتهجد. فهذا الشهر عظيم كما عظمه الله عز وجل، يتهيأ له المؤمنون ويفرحون به ويعمرونه بطاعة الله. كانوا كما ذكر عنهم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. هذا قدر رمضان عندهم. أما من يفرح برمضان للسهرات ولتنويع المآكل والمشارب عند الإفطار وما أشبه ذلك، فهذا لم يقدر هذا الشهر حق قدره، وإنما اعتبره موسما للأكل والشرب والترفيه للنفوس، وهذا حرمان عظيم
أسأل الله أن يوفقنا وإياهم ويتوب علينا آمين وعليهم آمين وأن يشملنا برحمته وإحسانه. اللهم آمين. جزاكم الله خير على هذا الاستفتاح وهذا الاستهلال لهذه الأيام الفاضلة التي نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم فيها صالح الأعمال. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج 011-442-83-13 011، سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال، وأرجو أن تكون الأسئلة في محيطنا الشرعي وفي أسئلة هذا الشهر الفضيل. فضيلة الشيخ، الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق، ما رأيكم فيه؟ هذا لا ينبغي. الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وينقطع الأكل والشرب بطلوع الفجر. وهذا الذي ينبغي أن يكون وقتا للصيام والإمساك، لا أن يتقدم عليه بعشر دقائق أو أكثر. الله جل وعلا حدد الصيام أو بداية الصيام بطلوع الفجر، وكل ما أخر الإنسان سحوره إلى آخر الليل وقبيل طلوع الفجر فهو أفضل، عملا بالآية وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى رضي الله عنه لا يؤذن حتى يخبر بطلوع الصبح. نعم. حديث يا شيخ، رمضان إلى رمضان مكفرات، هل ورد هذا الحديث؟ نعم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بهذا الشرط. الله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالتكفير إنما يكون للصغائر من الذنوب، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. نعم. معنا اتصال. طيب شيخ صالح، قضاء الفائت من رمضان للمرأة الحائض، هل تقضي فضيلة الشيخ؟ نعم، قضاء الفائت من رمضان للمرأة الحائض. نعم، المرأة إذا حاضت في رمضان فإنها تفطر ولا يصح صومها، فإذا انتهت عادتها فإنها تغتسل وتصوم، وما أفطرته في أيام الحيض فإنها تقضيه بعد رمضان. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أيهما أفضل في حقي؟ أنا أريد أن أسافر إلى مكة بالسيارة مع أولادي، هل نفطر أم نصوم مع أنه ليس لدينا مشقة؟ يجوز لكم الصيام ويجوز لكم الإفطار، والإفطار أفضل في السفر أخذا برخصة الله عز وجل. نعم. نذكر السادة بتليفون البرنامج 442 قبلها 011-442-83-13. فضيلة الشيخ، لو صام الشخص نفلا لكنه بسبب يعني بغية شفائه من المرض، هل يؤجر على ذلك؟ الأحسن أن يدعو الله عز وجل بشفائه، وأن يتصدق، أن يتصدق، فإن الصدقة يدفع الله بها البلاء. وفي الأثر: داووا مرضاكم بالصدقة.
وأما الصيام فإنه لا يشرع لذلك، يعني لأجل شفاء المرض. نعم تفضل يا نايف من الطائف معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا معالي الشيخ صالح، أنا حقيقة عندي مرض مزمن يعني من عدة سنوات، فللأسف الشديد اضطررت أني أفطر رمضان العام هذا للمرة الثالثة على التوالي. وطبعا يا معالي الشيخ الزمن اللي هو إطعام، فالإطعام حيكون رز أو بر أو تمر، لكن أنا بركز في التمر يا معالي الشيخ. فيعني كم كيلو؟ لأنه الآن لي يعني يبغالي 3 شهور اللي هو 90 يوم، أرجو أن تشرح لي يا معالي الشيخ وفقكم الله ورعاكم. إذا كنت لا تستطيع القضاء لا مؤبدا، يعني مرض مزمن لا تستطيع معه الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو من الطعام عن كل يوم، يعني 45 كيلو عن الشهر كله. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: سنوات مضت علي ولم أقضي ما علي من صيام رمضان، ماذا علي وقد دخل هذا الشهر الفضيل؟ عليك أن تقضي هذه الأيام بعد نهاية شهر رمضان، وإن كان تأخيرك القضاء لعذر فيكفي القضاء، وإن كان لغير عذر فمع القضاء لا بد أن تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو من الطعام عن كل يوم. نعم. إفطار الحامل التي لا تتحمل الجوع أثناء النهار شيخ، يجوز لها أن تفطر سواء كان هذا يعني لحاجتها هي إلى الإفطار أو لحاجة حملها إلى الإفطار. إذا قرر الأطباء أن الصيام يضره فإنها تفطر وتقضي. فإن كان الإفطار من أجلها هي فإنها تقضي فقط، وإن كان الإفطار من لأجل حملها وأما هي فتقدر على الصيام، لكن أفطرت رفقا بحملها فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. مريض القلب يا شيخ هل يفطر؟ إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يفطر، فإن كان يستطيع القضاء فيما بعد فإنه يقضي، وإن كان لا يستطيع وهذا مرض مزمن دائم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو من الطعام. نعم. فضيلة الشيخ، وردتنا عدة أسئلة وخصوصا للذين سافروا للعلاج أو الدراسة، فأحدهم يقول: الذين في بلاد بعيدة صيامهم أكثر من 20 ساعة، كيف يتعاملون مع الصيام وكذلك الصلاة؟ الصلاة يصلونها في أوقاتها، 5 صلوات في اليوم والليلة في مواقيتها، وهناك مراكز إسلامية وهناك جاليات إسلامية يسألونهم عن ذلك، كيف يصومون وكيف يفطرون، يجب عليهم الصيام وإن كان اليوم طويلا، لكن لو إنه أدركه العطش أو الجوع وخاف على نفسه فإنه يفطر ويتناول ما يبقي عليه قوته، ثم يمسك بقية النهار ويقضي هذا اليوم بعد رمضان من أيام أخرى. نعم. حديث يا شيخ: إذا أقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس من هنا فقد أفطر الصائم. الحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، يعني إلى الغرب، وغربت الشمس. بهذه الأمور الثلاثة،
يقبل الليل من المشرق ويدبر النهار من المغرب وتغرب الشمس، فقد أفطر الصائم، يعني انتهى وقت الصيام، فيتناول الإفطار، ولو لم يتناول الإفطار فقد انتهى صيامه. نعم، تفضل يا محمد من خميس مشيط. السلام عليكم. والسلام. عليكم السلام. سيدي بالخير. جزاكم الله بالخير. يا شيخ كيف حالك طال عمرك؟ خير الحمد لله. نعم. يا طويل العمر، دخل رمضان وانا على الحد الجنوبي مرابط، وعلينا يا طويل العمر يعني عندنا عمل شاق جدا. يوم دخل رمضان نوينا، انا قبل رمضان بيوم كنت مداوم ناوي اصوم اذا بدا رمضان، لكن شفت الجو في النهار طال عمرك الله يكرمك حتى التراب والعج وهذا، فبدا رمضان يوم دخل علينا رمضان نوينا عاد ما نصوم، يعني جاء رمضان بداية رمضان نويت اني ما اصوم من الجو اللي انا فيه والحر، ما عندي معنى واحد صام يطيل العمر للساعة 11 و12 ما قدر يصبر. شكرا. فما ادري جواز ذلك وكيف يا شيخ طال عمرك. الذي اعلمه ان عندكم مرشدون ودعاة فتسألونهم، ولكن اذا كان الحال كما ذكرته وان الصيام عليكم في حالة المراقبة وحالة الحراسة لأمكنتكم وللبلاد، ولا تستطيعون الصيام مع الحراسة، فإنكم تفطرون وتقضون ما أفطرتم من أيام أخر. نعم. أحسن الله إليكم. بهذه المناسبة فضيلة الشيخ، هؤلاء المرابطون والجنود الذين على الحدود يحمون هذه البلاد، بلاد الإسلام وبلاد التوحيد، المملكة العربية السعودية، لهم جهود مباركة ولهم أجر عظيم. كلمة سماحة الشيخ الفوزان لهم، جزاك الله خيرا. نعم، هؤلاء يؤدون عملا عظيما وهو الرباط في سبيل الله، يحرسون بلاد المسلمين، فهم على أجر عظيم إذا صلحت نياتهم ونووا بهذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهم كذلك إن شاء الله، لكن من باب التنبيه، فإن لهم فأجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. نعم. أحسن الله إليكم. نذكر السادة بأن تليفون البرنامج سيظهر على الشاشة لمن أراد الاتصال عن أحكام رمضان. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كثرة النوم تبطل الصوم؟ لا تبطل الصوم، ولكن تفوت الأجر في تلاوة القرآن وذكر الله، وقد تفوت صلاة الجماعة، فيها يعني فيها أخطار عظيمة. في ناس يتكلمون يعني يجينا أصواتهم. إيه الشيخ يقول يقاطعوني، لا سماعة الشيخ، حاول أنكم ما تفضل 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 يا شيخ. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بخاخ الفم للصائم المضطر يا شيخ، يتركه لليل، يتركه لليل، وإذا كان لا يصبر عنه وعليه ضرر إذا تركه فإنه مريض، والمريض يفطر ويقضي من أيام أخرى، يتناول البخاخ ويكون مفطرا وهو مريض فيقضي من أيام أخرى. نعم. الصائم عندما يشم رائحة الطيب والعود يا شيخ، الطيب السائل لا بأس به، وأما البخور الذي يدخل إلى الأنف فلا يقصد شمه، أما إن طار إلى أنفه من غير قصد ولم يشمه يقصد شمه فلا شيء عليه. نعم. التبرع بالدم الشيخ صالح، التبرع بالدم ينقض الصيام، لأنه مثل الحجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا تبرع لمريض بدم
فهذا إحسان وخير إذا كان هذا اضطرار، ولكن يقضي هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. نذكركم يا أخوان سماعة الشيخ يعني لا تحولون عليها إلا الصوت، يكون عند المذيع لأن فيها شوشرة. أحسن الله إليكم. معنا فائز، تفضل من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أخوي أنا أفطرت وأنا كنت مسافر بس قبل لا أطلع من المدينة. لا، ما يجوز لك تفطر قبل تطلع من المدينة، ما تفطر لما تطلع من البنيان، فأنت أخطأت في هذا. والقضاء معلوم أن تبي تقضيه إن شاء الله، لكن أخطأت في كونك أفطرت قبل أن تخرج من المدينة. نعم. عليك كفارة يا شيخ؟ لا، ما عليك كفارة، لا تعود لمثل هذا. شكرا. شكرا يا شكرا يا فايز. الأخوات لهن مجموعة من الأسئلة الحقيقة. يقولنا في هذا السؤال الشيخ صالح: تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر في رمضان لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون عليه غسل الجنابة ثم يتسحر ويغتسل بعد طلوع الفجر، لا يضر هذا. نعم. يقول هذا: أنا توي بالغ شيخ وأتناول السحور والمؤذن يؤذن. لا لا، إذا كان المؤذن يؤذن على الصباح وعلى التقويم فلا تأكل بعد شروعه في الأذان. أما إن كان يؤذن قبل طلوع الفجر لتنبيه الناس وإيقاظهم فلا بأس بالأكل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. الصائم الشيخ صالح الذي أكل وشرب بعد طلوع الفجر يقضي هذا اليوم، لأنه فات فترة من اليوم لم يصومها ولو كانت قليلة، فإنه يجب عليه القضاء. نعم. طيب يا شيخ، من فعل مفطرا ظانا غروب الشمس يا شيخ صالح أو عدم طلوع الفجر؟ عدم طلوع الفجر الأصل بقاء الليل. نعم. فإذا وقع في أنه أكل وتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل وهو بنى على هذا. وأما في الإفطار لا، الأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يرى الليل مقبلا من المشرق والنهار مدبرا من المغرب وتغرب الشمس، أو يسمع المؤذنين الذين يؤذنون لصلاة المغرب. نعم. شيخ صالح، إبرة البنج حكمها يا شيخ؟ وعلى الذي أفطر قبل غروب الشمس عليه أن يقضي هذا اليوم. إبرة البنج ما يأخذها إلا مريض عملية هولي، هذا يعتبر من المفطرات، لأن البنج معه أشياء أدوية، معه أشياء. طيب، ما انقطع صوتهم عنه. سمع شيخ صوتهم لم ينقطع الصوت عنه. طيب شيخ، تنتبهون إلى هذا يا أخوان. شيخ الله يحفظك، بالنسبة للذي يستخدم قطرة العين في نهار رمضان هل فيها شيء يا شيخ؟ نعم، لا يجوز هذا، لأن العين منفذ والقطرة سائل ماء تذهب إلى الحلق. لكن إذا لو عملها وتحفظ، إذا وصل طعمها إلى حلقه لفظه فلا حرج عليه. أما إذا تركه يمضي إلى حلقه فإن هذا من المفطرات، لأنه سائل يدخل إلى الحلق وإلى الجوف. نعم. يا شيخ، هذا الذي بعث بهذا السؤال يقول: أخي مريض مرضا مستمرا سنوات، بالنسبة للصيام ماذا نعمل معه مع أنه في العشرين من عمره؟ إذا كان مرضه مزمنا ولا يقدر أن يصوم بصفة دائمة فإنه يطعم عنه من كل يوم مسكين مقدار كيلو ونصف، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما إذا كان يرجى
أنه يقدر على الصيام في المستقبل فإنه يؤجل ويقضيه إذا استطاع. نعم. يقول هذا الشيخ سؤالي عن الصلاة، بعض الذين يقضون ما فاتهم من الصلاة الجهرية يرفعون الأصوات في الركعات الجهرية. لا بأس بذلك إذا كان ما يتأذى بجهرهم أحد قريب منهم فلا بأس، يعني هذه صفة صلاة الليل تقضى على صفتها، والقراءة في صلاة الليل يجهر بها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هناك مجموعة من الأسئلة يسأل فيها أصحابها في هذا الشهر عن بعض الناس الذين يتركون مساجدهم يا شيخ ويذهبون لصلاة التراويح في مساجد بعيدة، ويترتب على ذلك يا شيخ صالح بأنها تفوتهم صلاة العشاء فيدركون معهم التراويح. هؤلاء يتذوقون الأصوات، وهذا أمر لا ينبغي. يصلون في مسجدهم أو في المسجد القريب منهم، ولا يفوتون الفريضة مع الجماعة لأجل أن يدركوا قراءة الإمام الذي ذهبوا إليه. نعم. الذي صلى يا شيخ في طرف الصف، شخص صلى في طرف الصف وبينه وبين المأمومين الذين في الصف مسافة، هل تكون الصلاة في حكم صلاة من صلى منفردا خلف الصف؟ ما دام انه في الصف فإنها صلاته صحيحة، ما ليس منفردا، ما دام انه في طرف الصف فإنه ما صار منفردا، صار مع الصف ولو كان الصف بعيدا عن الإمام. نعم. تفضل يا عبد الرحمن من خميس مشيط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نصيحة للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان مبارك وكيفية استغلاله في الأعمال الصالحة، ما حكم صيام أيام بيض؟ نعم. يقول أرجو من فضيلة الشيخ نصيحة لاستدراك هذا الشهر للذي فرط فضيلة الشيخ. نعم، هذا واجب أن يتنبه وأن لا يفرط في هذه الأيام والليالي، عليه أن يجتهد فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهي أيام عظيمة وموسم كريم. نعم. ما حكم التفرغ للعبادة في رمضان يا شيخ؟ التفرغ إذا كان لا يترتب عليه ضياع شيء من أمواله ومن أعماله التي هو بحاجة إليها، أو أولاده وأهل بيته بحاجة إليها، لا بأس، هذا طيب. أما إذا كان يترتب عليه شيء من المصالح فإنه يعمل ويصوم ويصلي مع المسلمين، يجمع بين العمل وبين العبادات. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل ورد عن مضاعفة الأعمال الصالحة في مكة؟ نعم، ما في شك شرف المكان وشرف الزمان تفضل فيه الأعمال أكثر من غيرها خارج مكة. مكة فيها الحرم الشريف، والأعمال فيه مضاعفة، والصلاة فيه الواحدة عن 100,000 صلاة كما صح في الحديث، فهو موسم ومكان عظيم لمن وجد فيه أن يغتنم هذه الغنيمة. نعم. تفضل يا أبو ناصر من جدة معنا على الخط، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أبو ناصر. السلام ورحمة الله شيخ. تفضل، معك الشيخ صالح، تفضل سؤالك أبو ناصر. السلام عليكم يا شيخ. السلام. مسيك بالخير. مساك الله بالخير. أطال الله في عمرك يا شيخ. على طاقتك. إياكم. تفضل. عندي سؤالين يا شيخي. تفضل. أولا الزكاة يا شيخ. نعم. الزكاة طول الله عمرك، عندنا ناس ما يعرفون بما، توب خير والحمد لله، فيه ناس خارج المملكة. نعم.
وأعرف أنه في مس الحاجة، هل يجوز أني أجمع ما عندي من الفطرة هي الزكاة وأبعثها إليهم وهي تصلهم في نفس اليوم؟ نعم. لحظة لحظة يا لحظة لحظة يا ناصر يا ناصر لحظة الله يرضى عليك أبو ناصر، يسأل يا شيخ عن الزكاة، يقول هل يجوز إخراجها إلى خارج البلاد؟ زكاة المال في البلد الذي فيه المال، هذا هو الأفضل. زكاة الفطر يا ولا تنقل إلا لغرض راجح، كأن يكون هناك فقراء أكثر من أكثر حاجة من الفقراء الموجودين، أو له أقارب فقراء ينقلها إليهم، هذا لغرض صحيح. نعم. وزكاة الفطر الشيخ صالح؟ زكاة الفطر في البلد الذي فيه الإنسان، لأن زكاة بدن، فحيث وجد البدن في البلد فيخرجها فيه على من يستحقونها من المسلمين. نعم. سؤالك الثاني يا أبو ناصر. نعم يا شيخ. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، عندما أكون أصحى مع الأذان، أذان الفجر، والأذان يؤذن، هل يجوز أني أشرب؟ طيب شكرا. أشرب مع الأذان؟ يعني. واضح. يصحى مع الأذان يا شيخ، يقول وهو يؤذن هل يجوز لي أن أشرب الماء؟ لا، إذا كان المؤذن يؤخر الأذان إلى طلوع الفجر فلا تشرب ولا تأكل إذا شرع في الأذان، لأن أذانه علامة على طلوع الفجر. نعم. هذا سائل يقول يا شيخ، العمل بغلبة الظن في تحديد وقت الإمساك عند وجود الغيوم. الإمساك له علامات، له علامات، عندك التقويم مثلا، عندك أنك تنظر في الجو هل طلع الفجر أو لا، هناك علامات تبني عليها. نعم. يسأل السائل يا شيخ عن حكم الشتم والسب في رمضان. هذا ينقص الثواب، هذا مفطر معنوي ليس مفطرا حسيا، ولكنه مفطر معنوي يذهب بثواب الصائم ويلحقه الإثم في ذلك. ولو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. هذا يقول يا شيخ بأنه يصوم أبناءه 12 سنة وعشر سنوات، يقول هل لي أجر في ذلك؟ إذا كانوا قد بلغوا، لأنه قد يبلغ للعشر، إذا كانوا قد بلغوا فيجب عليهم الصيام، أما إذا كانوا لم يبلغوا فإنهم يؤمرون بالصيام من أجل أن يكون لهم نافلة ولأجل أن يتدربوا عليه. نعم. تفضل يا أبو محمد من الرياض معنا على الخط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، تفضل. الله يطول عمرك. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. الأول، الله يعافيك، في أول أيام رمضان المبارك صحيت من النوم تقريبا الساعة 10 الصباح وامتلعت الريق، وكان الريق خارج الفم، وكان في ظني أنه ما يبطل الصوم الريق، هل هذا يبطل الصوم يا شيخ؟ نعم يا شيخ. الشيخ صالح سمعت السؤال؟ لا. يقول أيام أول يوم من رمضان والساعة العاشرة كان هناك في ريقي بعض الماء فبلعت الريق. لا يا شيخ، مو بماء، كان الريق خارج، إيه صباحا الريق. نعم. الريق يا شيخ كان خارج الفم وابتلع. إذا كان طلع الفجر فلا يبلع شيء. نعم. أما إذا كان ما طلع الفجر أو لا يدري هل طلع أو لا فلا بأس عليه. السؤال الثاني يا أخي. لا يا شيخ، السؤال الأول ما وضح يا شيخ. تفضل. أنا الريق نفس اللعاب بعدكم الله كان خارج الفم يوم صحيت من النوم، فابتلعت الريق هذا، أنا كان هذا ريق، فأنا كنت أتوقع أنه ما يفطر، هو كان ريق خارج الفم يا شيخ وابتلعته أنا. الريق لا بأس بابتلاعه، ولكن خارج الفم يا شيخ. ولكن إذا كان، نعم، الريق كان خارج الفم لأني كنت صاحي من النوم وابتلعته. إذا إنك ما تعمدت ما عليك شيء. الحمد لله. السؤال الثاني يا أبونا، واضح السؤال، واضح السؤال يا أخي.
السؤال الثاني الله يتذكر، بالنسبة للشيخ لزكاة المال هل يجوز أعطيها الوالدة حتى لو كانت غير محتاجة؟ نعم، زكاة المال يقول هل أعطيها لوالدتي ولو كانت غير محتاجة؟ لا، لا تجوز الزكاة للولد ولا للوالد، عمودي النسب ما تجوز زكاة بعضهم لبعض يا أخي، لأنهم إذا كانوا محتاجين تجب عليك نفقتهم، فلا تجعل الزكاة واقية لمالك. نعم نعم، جزاك الله خير. نفس السؤال يا شيخ، خروج الدم من اللثة بغير قصد مع المضمضة كذا لكن أخرجه، هل هذا يؤثر في الصوم؟ لا، ما يؤثر على الصوم لكن يلفظه، لا تبتلعه. نعم نعم، جزاك الله. شكرا فضيلة الشيخ، لعل لكم في هذه الأيام الفاضلة وفي هذا الشهر، هناك الحقيقة من يقصر على والديه سواء بإكرامهم بالهدايا أو بالعطايا، نجد تقصير واضح الشيخ صالح وعدم بر بهما. البر بالوالدين واجب في رمضان وفي غيره، يجب عليه أن يبر بهما فيقضي حاجاتهما إذا كانوا محتاجين ولا يستطيعون على العمل، فعليه أن يقضي حاجاتهما ويوفر لهما ما يحتاجان إليه من النفقة ومن الكسوة ومن المسكن. أما إذا كانوا أغنياء فكونوا يبر بهم ويحسن إليهم هذا من فضائل الأعمال. نعم، معنا اتصال علي. نعم، المريض شيخ، رجل صام رمضان وصلى العيد ثم سافر إلى بلده في الشرق فوجدهم لا زالوا صائمين في رمضان. هو أفطر، وما دام أفطر مع الناس الذين في البلد الذي غادر منه له حكم البلد الذي غادر منه، لكن لا يظهر الإفطار في ذاك البلد لئلا يظن به السوء. نعم، تفضل يا علي من الطائف. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. سؤال، الله يحفظك، حكم استخدام بخاخ الربو في نهار رمضان الله يحفظك. يا أخي، بخاخ الربو يكون في الليل، النهار ما يصلح، لأن بخاخ الربو معه دواء ومعه ماء فلا يصلح في النهار. نعم. طيب، سؤال ثاني الله يحفظك. تفضل. السؤال الثاني، من مات يا شيخ وعليه الصيام هل عليه كفارة ولا نطعم عنه ولا كيف الطريقة الله يحفظك؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقضى عنه. نعم، شكرا لك الله. بارك الله فيك شيخ صالح. نسأل كثيرا عن مرضى الكلى وهم يغسلون في النهار من جهة الصيام ومن جهة الصلاة. من جهة الصيام هذا مفطر، لأن غسيل الكلى يدخل إلى الجوف مياه ويدخل أدوية وأشياء كثيرة، فهو يفطر غسيل الكلى فيقضون اليوم الذي غسلوا فيه الكلى. ثاني، من جهة الصلاة، الصلاة إذا كانت العملية تبدأ قبل دخول الوقت. نعم، فإنهم ينوون جمعها مع التي بعدها، وإن كانت العملية بعد دخول الوقت فإنهم يصلونها قبل أن يدخلوا العملية. نعم، تفضل يا أبو ماجد من مكة معنا على الخط. أبو ماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وتابعكم بالله. آمين، شكرا، تفضل. سؤالي للشيخ الله يحفظه، يعني يوجد عندي استراحة شغل فيها التلفزيون اللي هو القرآن، يعني ما في أحد، ما في موجود أحد، يعني شغالة يعني على طول 24 ساعة، هل هذا جائز؟ نعم، يقول عنده استراحة ويشغل فيها القرآن يتركه على قول الساعات. فضيلة الشيخ، ما هي نيته في هذا؟ هل نيته أن يجلب لها الزبائن؟ هذا لا يجوز أن يتخذ القرآن لأجل جلب الزبائن. أما إن كان يقرأ يشغل القرآن محبة له
وهو يستمع له أو يستمع له غيره، هذا شيء طيب. نعم. وإذا كان طردا للشياطين الشيخ؟ لا هذا ما الأصل. نعم. يقول يصلي بين التراويح إمام المسجد، وقبل الشفع والوتر يأتي بشخص يحدث. ما كان هذا معمولا به في هذه البلاد، كانوا يواصلون صلاة التراويح إلى أن ينتهي الوتر، وإذا فعل هذا سن سنة في البلاد يستنكرونها ولم يعتادوها. نعم. تفضل يا إبراهيم معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لي عندي أسأل واحد 100,000 أنفاق شهرية وكل شهر 2000، كيف طريقة الزكاة فيها؟ أعد سؤالك إبراهيم. في مبلغ أسأل واحد مبلغ 100,000 أقساط شهرية كل شهر 2000، كيف طريقة الزكاة في هذا المبلغ في النهاية، ولا شهريا ولا في السنة؟ يا أخي ما قبضته تزكيه، وما لم تقبضه فهو دين أيضا تزكيه، كله لك اللي قبضت والدين الذي في ذمك إذا حال عليه الحول. نعم. يقول هل ورد حال عليه الحول يطول على 7 سنوات أو كذا؟ كل سنة تزكيه يا أخي. شكرا. كل سنة أزكيه اللي باقي عليه. أي نعم. شكرا. شكرا. فضيلة الشيخ هل ورد حديث أفطر الحاجم والمحجوم وما معناه؟ نعم الحديث صحيح، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين حاجم ومحجوم، أو رأى رجلا يحتجم وهو صائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث صحيح، أما المحجوم فلأنه استخرج الدم الكثير الذي به قوته ومنعته، وأما الحاجم قالوا قد يطير إلى حلقه شيء، لأنه يمص القرن قد يطير إلى حلقه شيء من الدم. نعم. يا شيخ الزيادة في عدد الركعات في صلاة التراويح ليس لها حد، صلاة التراويح ليس لها حد محدود، ولكن المطلوب إتقانها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان وفي غيره، لكنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود، فمن أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي 11 أو 13 بالصفة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها، ومن كان لا يستطيع ذلك فيعمل بعمل الصحابة الذين صلوها 23 ركعة في عهد عمر رضي الله عنه، وبحضور المهاجرين والأنصار صلوها 23 ركعة، لأنهم خففوا القيام والركوع والسجود وزادوا في عدد الركعات. نعم. هذا السائل يقول لي قريب يترك ابنائه وفضيلة الشيخ في العشر الأواخر من رمضان ويذهب إلى مكة ويترك الأبناء بدون مسؤولية فضيلة الشيخ. إذا كان عند أولاده من يقوم بحفظهم ورعايتهم فلا بأس، أما إن كان يتركهم يسرحون ويمرحون ويضيعون فلا يجوز له ذلك، أن يضيع أمانته وأولاده، وهذا واجب عليه أن يحفظهم ويذهب إلى سنة وهي العمرة. نعم. هل ممكن أن تكون ليلة القدر فضيلة الشيخ في أيام رمضان؟ ليلة القدر في رمضان قطعا، لكن لا يدرى هل هي في أوله أو في وسطه أو في آخره، من أجل أن يجتهد المسلم في كل رمضان، فإذا اجتهد في كل رمضان فإنه أدرك ليلة القدر قطعا لأنها فيه، وأما من كان يصلي بعض رمضان ويترك البعض الآخر فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر، لأنها قد تكون في الأيام التي تركها. نعم. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ تفضل. يا فضيلة الشيخ صلينا صلاة العصر أمس في المسجد عندنا في الحارة،
وبعد الصلاة قام الإمام قال الإمام مؤتمن، أنا تسوي التهم أني ماني واضي ولازم تعيدون الصلاة، وقدم المؤذن وصلى بنا وراح توضى وجاء. هل صلاتنا صلينا العصر مرتين صلاتنا صحيحة الأولى والثاني ولا كيف؟ يا أخي صلاتكم الأولى ما هي بصحيحة، لأنكم صليتم خلف إمام ليس على وضوء. أيوة. وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. الصلاة الثانية هي الصحيحة. نعم. جزاك الله خير، شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ أيضا هذا يسأل ويقول: هل طلب العلم وقراءة القرآن ما المقدم في ذلك وخصوصا في رمضان؟ أن يجمع بينهما طلب العلم وقراءة القرآن، لكن الأفضل والأحسن أن يتفرغ في شهر رمضان لقراءة القرآن، وطلب العلم يكون بعد ذلك موسع وقته. نعم. تقول أم عبد الله: هل للمرأة أن تعتكف في غرفتها يا فضيلة الشيخ، وما الشروط في ذلك؟ المرأة إذا أرادت الاعتكاف تكون في المسجد، يكون لها غرفة أو حصير في المسجد تعتكف فيها. الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، ما يكون في البيوت، إنما يكون في المساجد للرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لصلاة التراويح، يقول بأنني أصلي الفريضة مع إمام المسجد وأذهب إلى بيتي بعد العاشرة والنصف وأصلي التراويح لوحدي. لا بأس بذلك، ولكن صلاتك مع الجماعة أفضل. نعم. يسأل يقول: إذا صليت خلف الصف وجاء شخص ودخل معي في الركعة الثانية. نعم. يقول: إذا صليت منفردا خلف الصف وجاء شخص ودخل معي في الركعة الثانية. المأموم لا يكون إماما إلا باستخلاف الإمام له، فإذا أدركت واحدا يقضي فلا تدخل معه، انتظر آخر يأتي وتصلي معه. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ: تخصيص مصحف معين للقراءة به طول شهر رمضان. لا بأس بذلك، يقرأ بالمصحف الذي يكون أريح له في القراءة، الذي يرتاح معه في القراءة في نظره وفي حالته. نعم. تفضل يا محمد من الجنوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبغى أسأل الشيخ الله يحفظه. تفضل سريعا لأن بقي دقيقة واحدة. تفضل يا محمد. يا أخي عندي زكاة، هل يجوز إعطائها زوج البنت أو هو زوجة الابن يا عم حاجة؟ الزكاة هل تعطى زوج البنت أو زوج الأب؟ إذا كان فقيرا لا بأس. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان العلامة، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على إجابتكم المسددة المبنية على الكتاب والسنة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي جمعنا بكم. رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر فريق العمل الذين أخرجوا هذه الحلقة من فنيين ومخرجين ومصورين، هذا زميلي سعد القميزي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.